كل طلاب التوجيهي هلا بيكونوا محتارين وين بدنا نسجل، شو التخصص، اي جامعه، بتكون اسئله كثير بذهنه وبذهن اهاليهم كمان لكل طلاب التوجيهي. احنا بحلقتنا اليوم فدناكم بموضوع التخصص، كيف انت تختار التخصص المناسب. هلا رح نحكي عن موضوع الجامعه ونكون عارفين ايش هي الجامعه المناسبه لنا. طبعا معايير اختيار الجامعه تختلف من طالب لطالب حسب شو بده يدرس، حسب ايضا شو التوجه بنوع من انواع. ايضا في هناك جامعات تطبيقيه، جامعات تختص بمواضيع معينه. راح يكون معنا الاستاذ الدكتور ماجد المساعدي عميد شؤون الطلبه، وايضا الدكتور خالد الزيدين عميد القبول والتسجيل في جامعه الزرقاء. اهلا وسهلا فيكم ونورتونا. بدايه خلينا نتحدث عن وحدة القبول والتسجيل في الجامعة، كيف يتم القبول والتسجيل؟ ونحن هلا هي يعني خلصنا النتائج والكل مبسوط، فكيف بدنا يتم عملية التسجيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يعني الشكر، كل الشكر للتلفزيون الأردني وليوم جديد، يعني البرنامج يمكن اللي المشاهد ومميز عند الأردنيين صباح كل يوم بيطل عليهم في إطلالات وفي مواضيع تفيدهم بشكل كبير، وخاصة الآن احنا بحاجة لهذه المواضيع، وخاصة تفيد الطلاب مع ظهور النتائج الثانوية العامة في الأردن والآن اختيار الطلاب تخصصاتهم بشكل عام. يمكن عمادة القبول والتسجيل وفي بعض الجامعات هي وحدات أو إدارات القبول والتسجيل، هي عصب أو الدوائر من الدوائر المهمة التي تربط ما بين الجناح الأكاديمي والجناح الإداري، وهي التي تسهل وتذلل الصعاب أمام الجناح الأكاديمي والمعطيات الأكاديمية لغاية تسهيل عملية الأكاديمية. وجزء إحنا الهدف الأساسي من الجامعات هي موضوع أكاديمي وتعليم الطلاب وصقل شخصيات الطلاب بشكل أو بآخر. هذه الجانب الذي يربط ما بين الجناح الأكاديمي الذي يذلل الصعاب ويسهل المهام أمام الكليات الأكاديمية من أجل أن تسهل عملية التعليم وإيصال المعلومة لهم بشكل أساسي. أول ما يبدأ الطالب يمكن يبدأ في عمادة قبول التسجيل أو وحدة قبول التسجيل في بعض الجامعات حسب ما تسمى، يبدأ فيها وينتهي منها، وذا هي حلقة الوصل. كذلك خلال هذه الفترة تكون حلقة وصل ورابط أساسي ما بين الجناح الأكاديمي والجناح الإداري وبين الطالب وبين الكليات العلمية. أول ما يأتي منها يأتي في أو حامل الثانوية العامة ويأتي إلى عمادة القبول التسجيل، يقدم أوراقه، ثم بعد ذلك نتأكد من التعليمات والأنظمة التي تطابق عليه ونطبق شروط وأنظمة وزارة التعليم العالي الأردنية، ثم بعد ذلك تكون عملية التسجيل واختيار التخصص. وبشكل عام احنا يمكن بجامعة الزرقاء ما يميزنا بشكل أو بآخر في عمادة القبول التسجيل أن هناك مرشدين أكاديميين أعضاء هيئة التدريس من جميع الكليات ومن جميع التخصصات تكون موجودة في عمادة القبول والتسجيل لغاية تسهيل مهام. بعض الأحيان الطالب يأتي مع أهله كاملين، خمس أو ست أنفار في البيت، إخوانه، أمه، أبوه، قد تكون خواته بشكل أو بآخر، يرغب بأنه معرفة تلك التخصصات. يأتي إلى المرشد الأكاديمي المتخصص في عمادة القبول والتسجيل ويبين له ويوضح له في الكلية، طبعا هي تابعة للكليات معينة، أنا أرغب بكلية الاقتصاد لكن لا أميز أين أذهب إلى أي تخصص، أو أني أنا مش عارف أجي حتى على أي كلية بشكل أو بآخر، أو تخصصات هندسية، هل أروح هندسة معمارية أم أروح هندسة مثلا مدنية أو هندسة كهربائية. هناك يميز الجناح الأكاديمي أو المرشد الأكاديمي بين تلك التخصصات بشكل أو بآخر، أين التخصصات الراكدة، أين التخصصات المشبعة، أين التخصصات التي قد يكون فيها بعضها مجال تطبيقي. وعندنا كثر، إحنا يمكن جامعة الزرقاء تتميز فيها 14 كلية و48 تخصص، يمكن من أكثر الجامعات فيها تخصصات على تخصصات كبير. هذه التخصصات تكون بشكل عام من تخصصات أكاديمية تطبيقية بعض الأحيان في مثل الفنون والتصميم، تخصصات تطبيقية عندنا الصحافة والإعلام، في عندنا قسم أو يعني استوديوهات كاملة وتضاهي يمكن استوديوها بشكل أو بآخر. الصراحة كثير من بعض الأحيان الناس تصور عندنا في استوديوهاتنا بشكل عام. في مجال التطبيقي موجود ونركز على المجال التطبيقي بشكل كبير في هذا المجال فيها، وعن طريق إرشاد هؤلاء الطلاب وتسهيل مهمتهم حتى إراحة الأهل قبل ما تكون إراحة للطالب بشكل عام في عمادة القبول والتسجيل، تسهل له كيف يختار تخصصه، أين يذهب، أين يتوجه إلى أي كلية، نذلل أمامه بعض الشوائب التي تكون
عالقه في الذهن. اي تخصص اسجل وين اوجه عيني بشكل عام بيكون بشكل ذا. حتى الاهل بعضها وللاسف احنا الاهل يشترك في تخصص مع الطالب. كثير من الناس الاهل بيقولوا ما رايك في هذا التخصص، انا بدي ابني مهندس. الطالب لا يرغب بالهندسه مثلا، لكن الوضع الاكاديمي وضع او وضع ثقافه الاهل او ثقافه مجتمعاته بشكل عام انا بدها دكتور او مهندس. فكثير من التخصصات قد بشكل او باخر قد تكون موجوده تفيد الطالب في حياته العمليه اكثر من بعض التخصصات. فاذا اتركنا الطالب لوحده بشكل او باخر نحن نبين في هذا الجانب، نوضح له بشكل اساسي. ايضا مش فقط بس على الطلاب الاردنيين، في عنا طلاب وافدين. استقطبت جامعه الزرقاء العديد من الطلبه الوافدين من خلال سنوات السابقه والى ان شاء الله هاي السنه، وفي ظل جائحه كورونا كيف تم التصرف من خلال جامعتكم؟ بدايه اسمحي لي اصبح على مشاهدنا الكريم ومنبارك لابنائنا الطلبه الناجحين ولذويهم، ونتمنى حظ اوفر للطلبه اللي ما حالفهم الحظ والطريق امامهم. إذا سمحتي لي أنه قبل ما أجاوب على هذا السؤال أنه أنا أعطي مقدمة يعني هي تجيب على هذا السؤال. جامعة الزرقاء لديها رؤية واضحة استراتيجية طويلة الأمد تستمدها من رؤية جلالة الملك الله يطول في عمره للجامعات. جامعاتنا منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الإنغلاق. جامعة الزرقاء أخذت هذه الرؤية وترجمتها بثلاث وظائف: جانب أكاديمي علمي وجانب مجتمعي وجانب بحثي. الآن في الجانب الأكاديمي العلمي يتوفر في جامعة الزرقاء أعضاء هيئة إدارية لديهم الخبرة ولديهم الكفاءة الكبيرة، ويتعاملون مع الطلبة بالقيادة الأبوية. لا يوجد فجوة ما بين الطالب وعضو هيئة التدريس بالمحافظة على الجانب الأكاديمي. بالانتقال للجانب البحثي، جامعة الزرقاء ترتقي لمكانة عالية في جانب البحث العلمي، وهناك شروط يعني خاصة بأعضاء التدريسية بعملية الاستمرار والارتقاء في جامعة الزرقاء. أما بالنسبة للخدمة المجتمعية وهي أصبحت مطلب رئيسي في كل الجامعات، عملية الخدمة المجتمعية لم تكن دهان رصيف أو دهان جدار في مدرسة، بس جامعة الزرقاء ارتقت إلى شيء بما يسمى بالمحاسبة المجتمعية. بمعنى جامعة الزرقاء تخصص في موازنتها جانب في الخدمة المجتمعية، والآن العلاقة القوية أصبحت ما بين الجامعة وبين المجتمع المحلي. عندما نقصد مجتمع محلي لم نقصد فقط محافظة الزرقاء، جامعة الزرقاء استطاعت أن تصل إلى محافظات الشمال واستطاعت أن تصل إلى محافظة الجنوب، وهذا الشيء كان جاذبا لأولياء الأمور وجاذبا للطلبة. الآن السؤال المطروح على الطلبة وأولياء أمور الطلبة، ما هو التخصص الذي سيتم اختياره؟ وهناك من يتوقع أن هذا التخصص مطلوب وهذا التخصص هناك مشبع أو جانب راكد. طبعا هذا شيء بني على أساس دراسة علمية، لكن احنا عندنا في جامعة الزرقاء جانب تطبيقي حتى يؤهل بعض التخصصات الراكدة بأن تكون تنتقل للمجتمع المحلي مباشرة كأيدي عاملة. وأكبر مثال يوجد وجدنا وإحنا جايين لعندكم عدد كبير من الطلبة من طلبة جامعة الزرقاء مستقطبينهم كمجال تدريبي، وهذا يميز الجامعة. جامعة الزرقاء بيطلع لنا نفتخر بها إحنا كأعضاء التدريس وكهيئة إدارية في الجامعة، هناك قبول لدى القطاع العام والقطاع الخاص باستقطاب طلبة جامعة الزرقاء. لماذا طلبة جامعة الزرقاء؟ الطالب الجامعي في جامعة الزرقاء منفتح على المجتمع. استطعنا أن نرتقي بطالب في جامعة الزرقاء بالفكر الراقي، وابتعدنا عن النمط التقليدي في التعامل مع الطالب. بمعنى أن عمادة شؤون الطلبة ليست جهاز رقابة على الطالب، بل ننهض بالطالب فكرياً ونكون شخصية مفعمة لدى الطالب، يستطيع الطالب عندما يتقدم لأي وظيفة أن ينقل صورته مباشرة. بمعنى لديه مهارات اتصال، لديه شخصية قيادية. وعززتوا الجانب التطبيقي كمان. عززنا الجانب التطبيقي. الآن في عندنا في عمادة شؤون الطلبة صندوق الملك عبد الله في كل فصل ندرب 4000 طالب بجميع التخصصات. لدينا اتفاقية مع مؤسسة ولي العهد، لدينا اتفاقية مع النقابات، لدينا اتفاقية مع
كثير من المنظمات المجتمع المحلي والمنظمات الأخرى حتى في النهاية نتفق على شيء. هدفهم وهدفنا هو خدمة الطالب. الطالب الآن بطلع مؤهل لسوق العمل. الآن يجب أن نبتعد في الجامعات عن الجانب التقليدي، الجانب النظري لوحده لا يكفي. لا يكفي الجانب النظري. لذلك نتحدث عن تخصص راكد. الآن كل الحديث مع الأشخاص اللي قابلتهم سواء في ديوان الخدمة المدنية سواء بالنسبة لرؤساء الجامعات يتحدثوا عن تخصصات مشبعة. الآن الطالب لا يعمل بتخصصه، خلينا نتفق على هذا الجانب. في أي مجال يجب أن يتم تأهيل الطالب أنه أنت ممكن تعمل في أي مجال. صح. هذا المجال أن نركز على شخصية الطالب، ما نتحدث بشيء أنه يعني هذا التخصص راكد أوكي، يعني هو خارطة الطريق، هو بوصلة للطالب، لكن قبل هذا الشيء أن تعمل الجامعات على الجانب التطبيقي، وهذا الجانب التطبيق اللي هو العملي. نعم. طبعا في جامعة الزرقاء حاضنة أعمال، يعني عندما نتحدث عن حاضنة تتوقع أن هناك مكتب أو مكتبين أو غرفة، مبنى متكامل مكون من 4 طوابق مؤهل تماما حاضنة أعمال، ونستطيع أن ننفرد كجامعة الزرقاء في هذا الجانب. طبعا الطالب يتقدم بمشاريع، هناك موازنة مخصصة لهذا الطالب، البحث العلمي بقدر هذه الموازنة. خاصة أنه في كثير طلاب ممكن يكون تحصيله ممتاز بالجامعة بينما بالعمل ما يكون تحصيله جيد، والعكس تماماً. يكون ماخذ في العام الماضي مقبول مثلا يكون ناجح ومبدع في العمل. تحكي صحيح، في العام الماضي كان لدينا طلاب تقديرهم يعني معقول، ما بدنا نقول نحط من نقلل حصلوا على نتائج عالمية، سافروا خارج الأردن، سافروا للاتحاد الأوروبي، سافروا لدولة قطر، سافرنا للإمارات وحصلوا على نتائج عالمية. ولو يعني الآن أنا بعطيك الأسماء ودخلتيهم على جوجل راح تتفاجئي. في أشخاص يعني كتير دكتور مع النظري بتعب ليحفظ أو لو ترسخ المعلومة، هو مهني بالتالي، بينما في أشخاص لا بتحسه مهني أكتر. لدينا طالب اسمه جعفر أبو الندى، زين العابدين، حصلوا على نتائج عالمية، اكتشفوا أكثر من 45 ثغرة في أقوى الأجهزة العالمية. طبعا من أين جاء هذا؟ جاء هذا الشيء من الجانب التطبيقي. طبعاً. كل الكليات عندنا سواء الصحية أو الإنسانية أو الهند كلها مطلوبة في سوق العمل. وأنا بصراحة بتفاجأ، يعني أنا لما بروح لأي مكان كزيارة أو مراجعة أو أي شيء، طلبة جامعة الزرقاء موجودين في كل مكان. نعم. في كل مكان، وهذا الشيء لم يأتي من فراغ. خلينا أجاوب على سؤالك، معلش تحمليني. تفضل. بالنسبة للطلبة الوافدين، يعني أنا راح أعطي جزء من الإجابة لزميل الدكتور خالد لأنه هو معني بهذا الجانب، بس أنا بعطيك إجابة بسيطة بهذا الجانب. الطالب الوافد استطعنا أن لا نبقيه منفردا وبعيدا، مثل يعني ما بيطلب انه هذا الطالب لازم يكون له نادي متخصص، لازم يكون له قاعه متخصصه، لا، الطلبه استطاعوا ان يندمجوا في مجتمع الجامعه وتكون لدينا مجتمع متماثل متوافق، ولا تستطيع ان تفرق بين طالب وافد وطالب من خارج البلد. هذا الشيء لم ياتي من فراغ، جاء نتيجه جهد، جاء نتيجه تعب، جاء نتيجه اداره قويه في جامعه الزرقاء، إدارة عليا. لدينا رئيس مجلس إدارة للشركة بصراحة بيدعم كل الدعم، لا نمر بالخطوط الطويلة سواء في تجهيز مختبرات، سواء في تجهيز ملاعب، سواء في شراء احتياجات مهما كانت. إدارة عليا، رئيس الجامعة، رئيس مجلس الأمناء داعمين، مجلس العمداء هو الجناح الأقوى خلينا نقول في الجامعة، ورؤساء الأقسام. إذن كل عضو أو فرد في هذه الجامعة لديه دور ويقوم بدوره على أكمل وجه. وأنا قبل في الأمس حضرت مقابلات لأشخاص عندكم هنا، وكنت سعيد جدا أنهم أشادوا بجامعة الزرقاء. نعم. في اختيار تخصصاتها بصراحة، وكيف يتم اختيار التخصصات بناء على دراسة سوق العمل، بناء على الوضع الخارجي أيضا لبعض التخصصات المطلوبة. وأنا بشكركم على هذا السؤال، يمكن أنا أطلت، يعني اللي بقدر يجيب على هذا الشيء زميل الدكتور خالد، ليش الطلبة الوافدين بيقدموا على جامعة الزرقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا عندنا حلت السؤال. لا بالعكس احنا مستمتعين معك بالحديث. الله يحييك. احنا تقريبا عند حوالي 30% من طلابنا من الجنسيات غير الاردنيه. يعني وافدين 30% رقم مش قليل اذا بتحسبيه كنسبه. طب هلا مع ازمه كورونا واغلبهم رجعوا على بلادهم، كيف رح يتم التواصل معهم؟ رح تكون الدراسه اونلاين من نعم احنا يمكن من ما يميزنا بشكل او باخر وخلى في جزء من هذا راح يصير علينا اقبال ان شاء الله تعالى. السبب اننا جائحه كورونا لم تؤثر على العمليه التعليميه عندنا سلبيا نهائيا. كثير من الجامعات العالمية بشكل أو بآخر قد تكون قطعت عن الدراسة، ونحن بجامعة الزرقاء وأنا أقولها وأنا أثق بهذا الأمر وأنا متأكد من كلام لأن أنا أحد أعضاء التدريس فيها، جامعة الزرقاء الأسبوع الأول أعطت محاضرات عن بعد عن طريق التعلم الإلكتروني. السبب لأنه كان في بنية تحتية قد تكون يعني عندنا مركز حاسوب ومركز تعلم مستمر حوالي تكلفتهم 4.5 مليون دينار تم تجهيز عن طريق إدارة الشركة الزرقاء للتعليم والاستثمار ووضعتهم بشكل أو بآخر، وحتى عن طريق تم صرف وتجهيز هذه المباني عن طريق الشركة مباشرة بسبب بسبب لا يقولوا لك بيعلق الجهاز ولا وذلك استخدمنا أكثر وذلك استخدمنا من أكثر البرامج حدا من مايكروسوفت تيم والمودلز الموجود عندنا وكذا، وذلك لم نتعطل ولا محاضرة تقريبا عنا. فذلك هذا من الأشياء التي قد حبذت وحفزت الطلاب الوافدين بشكل عام. طب خلينا نتحدث، يعني احنا ان شاء الله جائحة كورونا هي فترة وراح تمر وراح نرجع لمقاعد الدراسة ان شاء الله. جامعة الزرقاء هي جامعة خالية من العنف، كيف كان دور هذه الجامعة ودور العمادة تحديدا؟ يعني ما في مشاكل؟ لا لا قولوا لنا شو الخطة اللي عم تستخدموها بالجامعة؟ الحمد لله جامعة الزرقاء كما اسلفت يعني جامعة خالية من العنف بحمد الله، لم تسجل فيها أي حالة عنف، وربنا يحمي الجامعة ويحمي كل جامعاتنا بإذن الله ويحمي البلد. جامعة الزرقاء ممثلة بعمادة شؤون الطلبة لأنها عمادة شؤون الطلبة تعنى يعني تعتبر القلب النابض في الحياة الجامعية، وتؤكد بأن الطالب هو محور العملية الجامعية، فمن أجله توضع البرامج وتصاغ الأهداف وتتبنى الفكر الراقي في التعامل مع الطالب. الآن الطالب في البداية بيكون مندفع أنه أنا بدي أدرس، أنا بدي أروح أتخصص، لكن من مبدأ الرغبة والقدرة بيبدأ يبحث عن بدائل أخرى موازية مع الجانب النظري. الآن كيف أنت بدك تخلي الطالب يقبل على عمادة شؤون الطلبة؟ كما تحدثت وأسلفت أنه هناك حاضنة أعمال، هناك مبنى لعمادة شؤون الطلبة من 4 طوابق مؤهل تأهيل كامل، بمعنى أن الطالب عندما يأتي إلى عمادة شؤون الطلبة يجد كل ما يدور في ذهنه، يعني تفريغ الطاقات من خلال الأماكن الموجودة عندنا. من خلال أماكن كل ما يدور في ذهنه والتمكين الآن والرياضة. الآن الطالب يأتي على العمادة هو ماخذ تصور انه عماده شؤون الطلبه يعني هي عباره عن جهاز رقابه، لكن هو لما تاخذ لك انذارات وتروح بعيدا عن انه هناك تشاركيه بين الجامعه وبين الطالب حتى يكون متميز. يعني عندنا النشاط الثقافي والفني والرياضي، عندنا يعني كمان الجوده مكتب متخصص، في عندنا شعبه متخصصه في التكنولوجيا المعلومات، بمعنى اخر عندنا مختبرات حتى في عماده شؤون الطلبه، لدينا مختبرات وبيستطيع الطالب انه خلال وقت فراغه نفس الطلاب هم يشكلوا فريق ويتدربوا مع بعض. عندنا محاضرين عماده شؤون الطلبه لديها كادر مؤهل، مش فقط انه موظف، كلهم اعضاء هيئه تدريسيه عفوا اداريه، اما بيكون يعني مهندس اما بيكون دكتور، او يعني احنا لا نقلل من الاخرين، بس الطالب بحاجه لجانب يكون هناك في تماثل وتوافق يستطيع ان يقتنع بالشخص اللي بيكون امامه. ايضا في هناك جانب ارشاد تربوي للطالب، يعني خلال حياته الجامعيه هذا الطالب هذا في اصعب مرحله من مراحل حياته، بالتالي كيف تستطيع ان تستقطب هذا الطالب قبل ما نأتي للدوام الساعة 7:30، بكون الطلاب ينتظروا فينا وجالسين يعني في قاعات مؤهلة للعمادة. لذلك بحمد الله استطعنا أن نصل إلى مراحل متقدمة في العلاقة الطيبة ما بين أعضاء الهيئة الإدارية والطالب، ما بين أعضاء الهيئة التدريسية والطالب، ما بين الجامعة ككل وما بين الطالب.
تستغرب أكثر أنه حتى موظفي الأمن في الجامعة يعني مش متبعين الصورة التقليدية والنمطية أنه أنا رجل أمن أنه أنا لازم أتخاف، لا هناك علاقة طيبة. بالتالي هذه المعادلة كاملة كونت لدينا فريق متكامل، فريق بكل محتوياته بكل عناصره داخل الجامعة، بأن الكل يسعى إلى تحقيق مصلحة الوطن، مصلحة الجامعة، وبالتالي هي مصلحته الشخصية. يعطيكم العافية طبعا جميعا بالجامعة، من رجل الأمن لمدير الهيئة ومدير الجامعة أكيد. يعني نشكركم ويعطيكم العافية، ومثال يحتذى به بالجامعات الأردنية. يعطيكم العافية وشكرا جزيلا. اسمحي لي أن أوجه شكر لكل العاملين في الجامعة، أكيد احنا من رئيس مجلس إدارة، من رئيس مجلس أمناء، رئيس جامعة، الزملاء أعضاء التدريسية، أيضا أبنائنا الطلبة. واسمحي لي في هذه المناسبة أن أبارك لحبيبي وزميلي الدكتور خالد الزيديين، ابنه حصل على معدل 99.5. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، من الحلوان يعني ما شاء الله. الدعم اللي قدمه للطلبة ربنا ما ضيع وعوضه في ابنه بحمد الله، لأنه هو كل وقته للطلاب بصراحة. شكرا جزيلا ويعطيكم العافية.